أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم الفرنسية باحترافية. قبل ما أبدأ أنا عايزة أشكر كتير جدا جدا كل الناس اللي بتتابعني، وبشكرهم جدا على التعليقات الجميلة. بالنسبة للي بيشوفوا الفيديوهات أول مرة، أنصحكم تدوسوا على سبسكرايب والجرس اللي جنبه عشان تتابعوا كل جديد، وطبعا متنسوش الإعجاب بالفيديو وشير للقناة. نبدأ بسم الله، ودرس النهاردة هو درس تابع لسلسلة دروس لديتيرمينون. عنوان الدرس les adjectifs démonstratifs، les adjectifs démonstratifs، وهو يعني أسماء الإشارة. ce, cet, cette, ces، هذا، هذه، والجمع بتاعهم. les adjectifs démonstratifs بتيجي دايما مع الاسم وتتغير حسب حالة الاسم، يعني لو هو مذكر أو مؤنث أو جمع. نبدأ بالادجكتيف ديمونستراتيف سو، هذا. سو هو للاسم المذكر masculin، بيجي devant une consonne ou un h aspiré، يعني بيجي لو كان اسم المذكر اول حرف فيه يا اما consonne يا اما h aspiré، وقتها نحطه l'adjectif démonstratif ce. par exemple ce chat est malade. ce chat est malade. عندنا هنا كلمة chat هو c'est un nom masculin، اول الكلمة حرف كونسون عشان كده حطينا س. الادجكتيف ديمونستراتيف سيت، سي او تي، سيت ده برضو للاسم المذكر، لكن لما يكون اول الاسم فويل او بيان اناش مويه، فويل اللي هي ا او اي او يو او اش مويه. par exemple cet avion est grand. cet avion est grand، هذه الطائره كبيره. عندنا هنا avion c'est un nom masculin، أوله حرف فويل A عشان كده نحطه set، C-E-T. exemple تاني cet hiver sera froid. cet hiver sera froid، يعني هذا الشتاء سيكون باردا. hiver برضو c'est un nom masculin، أوله H muet، c'est pour cela حطينا set، C-E-T. إذن في الماسكولين يا إما نحطه سو يا إما set. س للأسامي اللي أولها masculin اللي أولها consonne، ست للأسامي اللي أولها فويل أو بيان أناش ميه. هنتكلم دلوقتي على الأدجكتيف ديمونستراتيف ست، سي أو دبل تي أو، يعني هذه. ست تتكتب قدام الاسم فيمينا المؤنث مهما كان صفته، سوى أوله فويل أو بيان consonne، المهم الاسم فيمينا نحطه سات، سي او دبل تي او. par exemple سات بوم، بوم اسم مؤنث نون فيمينا واوله كونسون وحطينا سات. سات امي، امي هنا صديقه، هذه صديقه هي مؤنث اسم مؤنث اوله فويل وحطينا سات عشان هو فيمينا. سات استوار برضو استوار نون فيمينا عشان كده حطينا سات قدامها. هنا في حاجة مهمة، ما ينفعش الترجمة الحرفية من اللغة العربية للغة الفرنسية، والمؤنث في اللغة العربية مش بضروري يكون مؤنث في اللغة الفرنسية، والمذكر في اللغة العربية مش بضروري يكون مذكر في اللغة الفرنسية، يعني دي حاجة ودي حاجة، واحنا اخدنا قبل كده ازاي تفرق بين النون ماسكولين والنون فيمينا. هنا في الأسماء الإشارة في الادجكتيف ديمونستراتيف عندنا برضو نفس الفكرة، مش كل ما تشوف كلمة هذا يعني سو أو هذه يعني سات، لأ، عشان الاسم الإشارة مربوط بالاسم اللي بعديه. فمثلا شاز أو الكرسي بالعربي، الكرسي مذكر في العربي لكن هو في الفرنسية مؤنث، فعشان كده احنا في العربي نقوله هذا الكرسي، ما نقدروش نقوله في اللغة الفرنسية سو شاز، نقوله سات شاز عشان الشاز فيمينا. الادجكتيف ديمونستراتيف سي، سي، سي او اس، هي خاصة بالبلوريال بالجمع، اي اسم في الجمع نحطه قبله سي. par exemple سي بوم، سي استوار، سي زوم، كلهم في البلوريال وكلهم اسماء الاشارة بتاعتهم سي. وبكده اصدقائي نكون خلصنا درس النهاردة، يا رب يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تدوسوا لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناة،
وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من دروس تعلم الفرنسية باحترافية. مستنية تعليقاتكم تحت.